السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعي فاضل أحبائي في تكنو فاغنيت لإعادة لحلقة سبق لي وأن تطرقت لها لكيفية عمل مقدمة احترافية لقنواتكم على اليوتيوب ببرنامج After Effect. في حلقة اليوم سوف أريك ذلك بالتفصيل الممل وكيف تبحث على القوالب أو للتمبلات بعد الفاصل. إذن أول شيء إخواني الأكارم سوف نتوجه إلى مؤشر البحث أو إلى محور البحث الخاص بيوتيوب ونكتب مباشرة Free Template After Effects بهذه الكافية. Free Template After Effects مباشرة سوف يقدم لي مجموعة من الإفيهات التي يمكنك أن تستفيد منها أخي الكريم وتطبق عليها نفس الخطوات التي سوف نشرع بعملها بعد يعني في هذا الفيديو أيضا. أول شيء يعني سأختار مثلا هذا التمبليت أو هذه الشركة التي تعمل هذه كذلك مجموعة من القوالب التي يمكنك أن تختار أي قالب يعني تريد منها مباشرة. فهذا هو القالب الذي أعجبني والذي سوف أشرح عليه مباشرة وكما شاهدتم يعني في هذا الفيديو. إذا بعدما حددت يعني نوع القالب الذي أريد سوف أتوجه فقط للديسكريبشن الخاص بهذا الموقع أو لأي يعني فيديو آخر، ثم تضغط فقط على Free Download the Template here يعني فقط يعني يمكنك أن تقوم بتحميله بالضغط على الروابط التي يتم التأشير إليها في الديسكريبشن، ثم سوف نشرع إن شاء الله في العملية. إذن إخواني الأكارم بعدما قمت بتحميل التمبليت في جهازي مباشرة سوف أتوجه إليه وسوف أقوم بفتح يعني عبر ملف يعني سيكون على هذه الكيفية RAR أو لا يعني زيب، سأقوم بفك يعني الضغط عليه مباشرة ثم سأتوجه إليه انطلاقا يعني من الدوسي أو من الملف الذي قمت من خلاله بفك الضغط عليه، ثم سأقوم بفتح الملف الذي يعمل على صيغة الـ After Effects. أخي الكريم تذكر هذا الأمر، الملف الذي يعمل على صيغة الـ After Effects، سأضغط عليه مباشرة وأنتظر إلى أن يتم تحميل الملف أو التمبليت بشكل كامل. إذن سيظهر لي شكل التمبليت على هذه الكيفية والشكلة إخواني الأكارم مع واجهة الـ After Effects. سأقوم بشرح برنامج الـ After Effects كيف التعامل معه بالأبجديات وحتى نحترفه سويا في قادم الحصص. أما الآن سوف نقوم بالتعديل على هذا التمبليت لكي يصبح احترافي خاص بموقعنا أو بشركتنا. إذن على بركة الله سنقول بسم الله. أول شيء أخي الكريم عندما تقوم بتحميل أي ملف أو تمبليت من الموقع الذي قمت بتقديمه لك يجب عليك أن تتوجه لتيتوريال، فالتيتوريال تعطيك فيديو صغير يعطيك يعني شرح لكيفية يعني تعديل اللوجو وكذلك تعديل الكتابة والألوان ومجموعة من الأمور التي تختلف من ملف إلى ملف أو من تمبليت إلى تمبليت. فأما الآن في هذا التمبليت الذي سنعمل عليه سوف نقوم بتطبيق الخطوات التي سأريك إن شاء الله كيف ستقوم بها إن شاء الله وتطبيقها في قادم الأيام. أول شيء عندما نقوم بإدخال أو الدخول إلى التمبليت سنجد فيه مجموعة من الملفات في الجهة اليسرى، وهذه الملفات تدل على مسار كل شيء على حدة، أو في هذه المنطقة من التايم لاين توجد يعني لدينا لوجو هولدر، كذلك لدينا سيت هولدر، وكذلك باك كولر، وكذلك رندر. إذن هنا يا إخواني الكرام سأبدأ العمل مباشرة بالضغط على لوجو هولدر، ثم بعد ذلك سأتوجه لهذه المنطقة هنا منطقة العمل، ثم سأتوجه مباشرة إلى امبورت ثم فايل، ثم سأختار لوجو بصيغة PNG. نعم PNG فتكون ذات خلفية شفافة يمكن استخدامها مع أي خلفية خارجية إخواني الأكارم. ثم بعد ذلك سوف أقوم بوضع اللوجو في هذه المنطقة كما تلاحظون وكما تشاهدونها عفوا، أنني سأقوم مباشرة بتصغيره يعني حتى يصبح يعني على قياس الخلفية أو على قياس هذا اللون الأسود، ثم سأعود إلى Basic Composition ثم أنتظر أنني يتم يعني مباشرة تحميل أو تنصيب Basic Composition، ثم سأوجه يعني هذا المؤشر إلى الثانية الخامسة أو السادسة على سبيل المثال بعد الانتظار أكيد لكي يتم تحميل التمبليت. ثم بعد ذلك إخواني الأكارم سأتوجه مباشرة إلى لوجو هولدر كما تشاهدون أنه يعني عندما قمت بوضع المؤشر في الدقيقة بين 6 و 8 ظهر لي يعني إطار
بهذا الشكل الذي سأقوم من خلاله بضبط يعني اللوغو لكي يعني يكون متناسق مع الإطار الأبيض. سوف أعود مباشرة إلى لوجو هولدر، يعني سأقوم مباشرة بضبط اللوجو على هذه الكيفية بتصغيره فقط يعني حتى يصبح متأقلم. أما إذا كان لديك لوجو يعني بهذا الحجم ستضعه على هذا الحجم، لديك لوجو صغير ستضعه هكذا، سأقوم مباشرة بضبطه. نعم جيدا. ثم بعد ذلك إخواني الأكارم ستوجه إلى سيت هولدر، ثم سأتوجه مباشرة إلى هاد المنطقة، أو لا عفوا سأتوجه إلى Basic Composition كالعادة، ثم بعد ذلك سأتوجه إلى أن يظهر لي التكست أو لا النص بشكله الكامل. إذن هنا وجهت المؤشر يعني في هذه المنطقة، يعني كما تشاهدون بعدما وجهت المؤشر ظهر لي عفوا النص أو التكست مباشرة على هذه الكيفية. ما يجب علي أن أتوجه إلى سيت هولدر بهذه الكيفية، ثم سأقوم بتغيير هذا الرابط إلى الرابط الذي أريده، مثلا stfognet.com، يعني سأغيره بهذه الكيفية. ثم سأعود إلى باسيك، ستلاحظون على أن اللوجو يعني داخل في الموقع الإلكتروني أو لا السيت. سأقوم يعني بتوجيه المؤشر إلى الدقائق الأخيرة كما هو مبين إخواني على كريم، ثم سأوجه اللوجو مرة أخرى أو أعود إلى اللوجو وأقوم بتصغيره وأقوم بتصعيده إلى أعلى قليلا وأعود إلى باسيك. وباسك إذا كما تشاهدون يعني اللوغو جا شوية يعني ديكالي، غادي نحاول أنني نجيب الجهة اليسرى يعني قليلا إلى أن يعني يكون يعني متأقلم مع السيت. إذا قليلا يعني ما بقاش ليا بزاف، نكمل إن شاء الله وغنرجعو كذلك إلى باسك كومبوزيشن بهذه الكيفية. جيد الآن إذا كما تلاحظون أنا قمت بضبط اللوجو مع النص الأسفل، بعد ذلك سوف أقوم بضبط اللون الخلفية وذلك بالتوجه إلى باك كولور بهذه الكيفية، ثم سوف أقوم بالضغط على سترل إسباس ثم كذلك إجراجر. يعني بعد ذلك سأتوجه مباشرة إلى هذه المنطقة وسأختار اللون الذي أريده، يعني مثلا أنا لدي لوجو ديال تكنوفورنيت لون تقريبا جيل اخضر، ساعمل يعني اخضر يعني منفتح لي، المهم يكون هذا اللون مثلا، يعني هذا هو اللون الذي افضل الذي احب. ثم ستضغط مباشرة على اوكي، ستظهر لنا هذه الخلفية بهذه الشكلة. ثم ساعود مباشرة الى Basic Composition، ولاحظوا معي يعني كيف اصبح اللوجو الخاص بتكنوفورنيت. اذا اخر مرحلة وهي التوجه الى Render، نعم لكي نقوم بتحميل الفيديو بالنمط الذي اريد والذي يعني فعلا احببت. ثم ساضغط مباشرة على هذه المنطقة يعني رندر، ثم ساقوم بكتابة اسم المشروع مثلا سعد، ثم ساضغط على انغوجستري، ثم ساتوجه مباشرة الى رندر، ثم سانتظر الى ان يتم مباشرة تحميل هذا الشريط الذي تشاهدونه امامكم اخواني الاكارم. وفي الأخير نحصل على هذا الشكل، وكذلك هذا هو الانترو الأخير الذي شاهدتموه في أول الحلقة، وشاهدتم كذلك الشرح المتعلق فيه طيلة الدقائق الماضية. وأتمنى من صميم قلبي أنني أجبت على مجموعة من رسائل الأصدقاء من خلال هذا الفيديو. إذا وبهذا إخواني الأكارم أكون قد أنهيت حلقة وحصة هذا اليوم من حصصكم حصص تكنوفورنيت. للمزيد من المعلومات التقنية والتي لا نقوم بطرحها على شكل فيديوهات يمكنكم زيارة موقعكم الإلكتروني اللي هو 3W3W.stfornet.com، أو لا للتفاعل معنا عبر صفحة تكنوفورنيت على الفيسبوك اللي هي facebook.com/techfor. إذا كانت هذه أول زيارة لك وتريد المزيد من الفيديوهات وتتوصل كذلك بالجديد، لا تنسى تشرفنا بزر سبسكرايب الذي ستجده في أعلى الصفحة. أخوكم سعد يحييكم من التقنية، إلى اللقاء.